البوليسي وما تغدرش البوليسي وما تذبحش البوليسي وما تذبحش البوليسي وما تحرقش البوليسي وما تحرقش البوليسي وما تقتلش البوليسي. الله يطبل اهل ديالك. شكون اللي قال لك مسكين هشام؟ خويا راه كنخدم في هاد الطريقه خويا غادي جاي داك النهار كيبان لي انايا كاين البوليس عندي واحد كورطه المطار في المطار عندنا جروب تطلع في الجروب بان ماشي ما كنعرفوش حنا واش هشام في الجروب بان هيسبريس اللي حتى في المطار بوليسي حتى السوالم جيت كنخدم كندور التراجيدي ولد عند الاول حتى كتواصلوا اخوان قالك راه هشام بورزاد اللي عنده الجولف هادي او اش كتقولوا اللي كاين هذيك والله يرحمه الله يغفر ليه والله شوف خويا الله المغاربه كاملين الله يصبر خويا الله يصبر خويا ديك السيد ما عمرنا شفنا خويا كامل ما عمرنا شفنا منه شكل كل ما تبولي سير الرحمه ما عمرنا شفنا منه شي حاجه خايبه وهذاك السيد كيضحك الصاحب كيضحك كيضحك الله يصبر وليدي الله يصبر وليدي هذا ما كاين خويا الله ياخذ حق فيه الله يعطي اعدام اخويا اعدام اخويا اعدام اش وليدي اخويا ارتاحوا وليدي اش اخويا والله انتم اليوم ديال الغرفه تضامن يلا والله باش وليدي خويا ارتاحوا وخوتو والاهل ديالو خويا اش نقول لك لانه راه ولدنا كاملين وجوج المغاربه هذا ما كان اخويا والله خويا صرف كل الاسره ديالو الله يصبرهم اخويا الله يصبرهم ويمشوا الله يصبر والديه وخوتو وليداته الله يصبرهم هذا ما كان الله يصبرهم الله يجعلهم اهل الجنه الله يجعلهم اهل الجنه اخويا هشام كان من اطيب خلق الله ذاك السيد ذاك السيد ودر كنعرفو كنعرف عليه السيد بخير ما عنده لا عداوات لا والو كنتمنى انا من دوك الناس اللي داروا ديك الحاله يا ربي تاخذ فيهم الحق اليوم قبل من غدا حيت هذوك الناس بغيت هذيك العافيه كما حرقوش حرقوا بنا في الدنيا هذا حرقهم غدا الله قدامه حيت علاش هذوك الناس عداو عليه بهذيك الطريقه حيت هذاك السيد واخا يكون بنادم ما عرفش شنو داير حشومه باش غتعذبوا بهذيك الطريقه بحال ما كان هذاك الانسان ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب تسول ساق المهنيين كاملين تسول عباد الله انا ذاك السيد ودربنا وتعداو عليه كنتمنى الله ياخذ فيهم الحق اخويا كنتمنى الله ياخذ فيهم الحق علاش حرموه وكنتمنى من ذوك الناس اللي مبارطاجين التصاور ديالو والفيديوهات ديالو حيت علاش قلب ما يمشي تحرق عليه مره ما تخليهوش تحرق عليه جوج المرات حيت مو حاليا باقا ما شافش التصاور والفيديوهات الله يرحم لكم الوالدين من المنبر هذا بلا ما توريو هذوك التصاور التعازي ديالنا للعائله ديالو الام ديالو الزوجه والاهل ديالو وكذلك ما نساوش الاصدقاء ديالو اللي هما في الامن الوطني حتى هما كنقدموا لهم التعازي ديالنا من هذا المنبر ديالكم وخويا هذاك الشخص كان من المحبوبين عندنا في من رجال الامن المحبوبين عندنا في هذه منطقه الرحمه انسان خلوق فيه الحياه سبحان الله العظيم كان واحد الخطره وقع بيني وبين واحد ذاك وقفت له في الطريق وجا قال لي كان خصك تحيد عليا غادي ندير لك الطوموبيل قلت له السي الشاف ديالنا انت راه فيك الحياه ما تقدرش دير هذا الشيء لا كنتي تقدر ديرها ديها هو مسكين بدا يضحك وابتسم وزاد على ذو وقال لي سير اخويا سير ملي عقتي بيا سير لانه انسان كان في الوجه ديالو في واحد البشاشه وفي واحد الحياء سبحان الله العظيم كان هو كينطق غير من اللسان ديالو ما كانش كينطق مع الانسان من القلب ديالو وهذه شهاده لله وانا كنعتز بهذاك السيد كنت كنعتز به وكنت من المحبوبين عندي في رجال الامن رغم انني ما كانش شي حاجه سلام وصافي ولكني كان من كنت كنفتخر به وبقى فيا ما نكذبش عليك بقى فيا من اللي عرفته هو واقسم بالله تبقى فيا ما نكذبش ما شاء الله وصافي كان محبوب هذا لله محبه في الله تعالى ونتمناو ليه هذا الشيء ينفعوا غدا امام الله هذه الشهاده ديالنا بغيناها تكون خالصه لوجه الله تعالى وربي يقبلها منا ان شاء الله تعالى هذا الشيء اللي كاين